accrochez des lilas. اهلا. هلو، معاد الدواء. ميرسي. الهنا والشفا. متشكر يا داني. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلاً مش عايز حتى أنزل بالسرير. طفيت الموبايل، مش عايز أسمع أي دوشة خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة إيه؟ أنا بقالي ساعة بتحايل على نفسي أقوم أخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة؟ شاور؟ طب قوم. يلا إيه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك. أه هحميك. تحميني؟ آه. لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. هينفع. ليه مكسوف مني؟ اه طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعال يلا حضر لك. لا 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 خليك انت، خليك انت، انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك كده ماشي. وادي قاعده. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جايه عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا. حلوه دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامل له مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتغدى. بتعمل ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ اه انا. يا سلام. وان كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمع. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقوله تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقول كده؟ اه تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا عن اذنكم. نايس ميتينج يو. هاي نايس ميتينج يو تو. سودوني يا حبيبي. اون كوم اوس سودوني. ما تكلمني عربي. البس هدومك وسط نفسك كده وتعالى لي برضه. استر نفسك دي. أنا زعلانة منك. أنا عارف. أنت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا.
انا قلقت عليك، قلت اجي اشوفك كويس وبتتهرب مني ولا بعد الشر عليك تعبان. احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ انا من البني ادمين اللي ممكن ينشغلوا فجاه يختفي. وانا ما اعترضتش بس افهم. ما هو مفيش طاقه ساعات كده. تعناني قوي. جديده دي، اول مره اسمعها، بس كل مره بتبقى علشان سبب مختلف. انا ليه فضلت تلف حواليا؟ خلتني اتعلق بيك وعايزه افضل دايما معاك. دلوقتي خلاص مفيش طاقه. انا ما كنتش بصدق ان ممكن حد يتعلق بحد قوي ويبقى على طول نفسه يشوفه ويوحشه زي الافلام والاغاني القديمه. لا، في انت عملت فيا كده. الغريبه بقى ان انا كمان حصل معايا نفس الحاجه بس مع واحده تانية. هي كمان مشغوله بحد تاني. تشربي حاجة؟ أي حاجة. كده فهمت، انت كلمتيه وهو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني، جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله ابدا يا بابا، انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك. وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته انا قلت لك ايه؟ بابا انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جات لي المستشفى وانا في حاله صعبه، وقعدت تزعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف. قلتي له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوبة عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت يا هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي. عادي ايه انت وهي؟ يا ابني ما فيش بيني وبين داليا اي حاجه خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبقاش زي عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصه خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع او ملعبك حبتين. انت بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك، انا مش هسمح لك باي تجاوز، انا اخوك الكبير، ما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للابد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني، لا احترمت اسمك ولا سنك ولا عيلة الجرحي كلها. انا ماشيه فيري ناستي، خلي حد يوصلك. في 60 سلامه، سيبها تمشي يا عمته. سيبها تمشي يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا من اللي في دماغها ده. أنت متأكد؟ أصل اللي أنا شفته بيقول غير كده. مجرمة وبورنوس. أنت مش فاهم برضه أبو، أنت مش فاهم. بص، أصل الموضوع أنا كنت مكسل أقوم أخد شاور. حبيبي أهم حاجة صحتك. أهم حاجة صحتك. أصلها جميلة أوي. يوه. بص أنا جاي مصر 24 ساعة عشان أطمن عليك وراجع. أنت لحقت. أيوة يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونة بكرة أسبوع. بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي لي حاجه اشربها.